فقال قال أنا محمد عبد الله. قال أنت الذي يقال عنك أنك كذاب؟ فقال أنا الذي يزعموني كذلك، يعني أنا محمد. فقال الأعرابي شوف شوف القدوة، قال ليس هذا الوجه وجه كذاب. فعلا شوف واضح السمت. أن أعرابي عربي طيب، غالبا الأعراب خاصة إذا كان يعني جاي من بادية، وخاصة إذا كان على نوع من العقل والذكاء والفطرة، يكون أيضا مثل ما يقولون صافي، بمعنى عنده صفاء ويتكلم مباشر. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنت؟ قال محمد. يسأل الرسول كما أنت؟ قال محمد. أنا محمد عبد الله. قال الأعرابي أنت الذي يقال عنك إنك كذاب؟ يعني كل القريش وكل من جاء يصدوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ساحر كذاب فرق أهلنا فرق كذا، ويأتون بكل الصفات السيئة التي يريدون أن يلصقوها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال قال أنا محمد عبد الله. قال أنت الذي يقال عنك أنك كذاب؟ فقال أنا الذي يزعموني كذلك، يعني أنا محمد. فقال الأعرابي شوف شوف القدوة، قال ليس هذا الوجه وجه كذاب. فعلا شوف واضح السمت. حتى أنت حيالي والله أحيانا القاضي لما يرى الخصمين وجه واحد منهم واضح عليه السماحة، واضح عليه والله. أحيانا تذكر أن قصص في الخصوم حينما أحيانا يدعي الخصم والثاني فيتكلم المدعي كذا كذا، ثم يقول للمدعي إيش تقول؟ والله ما أنت شايف، واضح البراءة فيه، واضح أنه يعني. فأحيانا فعلا وجه الإنسان بعقله بسمته بأدبه بنزاهته بنظافته باحترامه بخلقه بحيائه برفقه عدم عنفه، كل هذه تظهر بالناس. ومن هنا قلنا التأثير بالفعل والتأثير بالقدوة. ولهذا قال ماذا قال؟ ليس هذا الوجه وجه كذب. ما الذي تدعو إليه؟ عارف قال كل كلام هذا فاضي، كل كلام قريش هذا ما. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو إليه، فقال آمنت بك أشهد أن لا إله إلا الله بالقدوة، أسلم بمجرد أن رأى وجه النبي الصبوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأعرابي استدل بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه المنير عليه الصلاة والسلام، ومما يكون عليه أهل الصدق والأخلاق الكريمة.